بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، خيرية أخرى من الخيرات الحسان، وهي التي قال الله عز وجل عنها في القرآن الكريم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا أدب من آداب الإسلام، وهو أن يكون في الخصومة أدب، وأن لا يفجر المخاصم، لأنه إذا فجر فقد تحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم حين عده من الأربعة الذين تحققت فيهم خصال النفاق، فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. فمن فجر في الخصومة فقد خرج من دائرة الإيمان إلى دائرة النفاق والعياذ بالله. ولهذا كان في هذه الخيرية آداب للخصومة يجب للمؤمن أن يتعرف عليها. أول هذه الآداب أن لا تنتقص من قدر خصمك. انظر إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن رجع من غزوة بدر، استقبله بعض الناس يهنئونه، فقال أحد أصحابه وكأنه دخل المعركة ولم يشفى غليله، قال: على ماذا تهنئوننا؟ وجدنا عجائز صلع معلقة كالبدن فنحرناها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الذين تحدثت عنهم هم سادة في قومهم، هم أشراف في قومهم. أرأيت أدب سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لم ينتقص من قدر خصمه، وأعطاه قدره الذي أعطاه له قومه بأنهم سادة في قومهم وأشراف في قومهم. هذا هو أدب سيدنا رسول الله في الخصومة. من الآداب الخصومة أيضا أن لا يحمل المخاصم حقدا في قلبه على خصمه. واسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: تفتح أبواب الجنة ليلة الاثنين والخميس فيغفر الله لعباده المؤمنين إلا لمشرك أو مشاح. فالمؤمن وإن خاصم مع ذلك لا يحمل في قلبه حقد على الناس، ولا يحمل في قلبه حقد على خصمه. من آداب الخصومة أيضا ألا يكذب الخصم على خصمه، ألا يكذب الخصم على خصمه. في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الوالي على الكوفة سيدنا سعد بن أبي وقاص، فاشتكى أناس من سيدنا سعد إلى سيدنا عمر، فبعث سيدنا عمر من يحقق في هذا الأمر، فأثنى الناس على سيدنا سعد خيرا، إلا رجل قام وكذب وانتقص قدر سيدنا سعد بن أبي وقاص. فقال سيدنا سعد: إن كان هذا الرجل كاذبا اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فاستجاب الله لدعوة سيدنا سعد. يقول راوي الحديث: رأيت هذا الرجل وقد طعن في السن حتى سقطت حواجبه، وصار يتعرض للصغيرات وللجوار في الطرق كما يفعل المراهقين، فيسأله الناس ويقولون له: أيها العجوز، أيها العجوز، أليس عيب عليك ما تفعله؟ فيقول لهم: عجوز مفتون أصابته دعوة سعد، عجوز مفتون أصابته دعوة سعد. ولذلك احذر، احذر، إذا خاصمت لا تكذب على خصمك، إذا خاصمت لا تفجر ولا تخرج فضائح خصمك ولا تتتبع عورات خصمك. فالله عز وجل يقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ألد الخصام بماذا؟ ألد الخصام بما حمل في قلبه لخصمه من نقش لعوراته، تتبع لعوراته، افتراء عليه، كذب عليه، كل هذا من الفجور في الخصومة. أيضا من آداب الخصومة إن كان لخصمك حق مشروع أعطه حقه ولا تمنعه من حقه. كان هناك رجل متكفل به سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان من الفقراء، فلما حدثت حادثة الإفك خاض هذا الرجل مع الذين خاضوا في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها، فأراد سيدنا أبو بكر أن يؤدبه فقطع عليه المعونة والصدقة التي كان يعطيها له، فعاتبه الله سبحانه وتعالى في ذلك بقوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فاستجاب سيدنا أبو بكر الصديق وقالوا: بلى، نحب أن يغفر الله لنا. وأرجع تلك المعونة وتلك الصدقة وصار يعطيها للرجل مرة أخرى. أيضا من آداب الخصومة ألا تتشمت بخصمك إذا حدثت معه حادثة أو مصيبة، هذا من أدب الخصومة. وانظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان هناك أحد أعدائه ومناوئيه يسبه ويشتمه، توفي، فجاء أحد تلاميذ الشيخ فرحا مستبشرا ويقول له: يا شيخ، يا إمام، أما علمت موت فلان؟ فقال له: أتبشرني بموت مسلم؟ ونهره شيخ الإسلام ابن تيمية وذهب إلى عزاء الرجل وقدم واجب العزاء وقال لأولاده: أنا لكم بمكانة أبيكم. هكذا هي آداب الخصومة التي تعلمها لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يعلمها لنا الإسلام ويعلمها لنا علماء الإسلام. فاحذر إذا خصمت أن تكون من الفجار، والتزم آداب الخصومة التي سنها لنا سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، لا تنقص من قدر خصمك، لا تحقد عليه، لا تنشر فضائحه، لا تتتبع عوراته، لا تمنعه حقه المشروع، وآخرها لا تتشمت به إذا حدثت معه مصيبة. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.